البنات كنتمنى تكونوا ان شاء الله كاملين بخير وعلى خير واموركم هانيه. عارفه راسي غبرتي لكم غير مع القرايه وشويش ديال العكس في هذا البرد. المهم انا رجعت. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيك ديال نوفيلون. بلا ما نطول عليكم الهضره بزاف ندوزو نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها هي المقادير ديال لا جينواز. غادي نحتاجو جوج بيضات، نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الزيت، ونص كاس غادي يكون مخلط معلقه كبيره ديال الكاكاو، والتباقي غادي نكملو بالفرش حتى يكمل نص كاس. وغادي نحتاج خمارة ونص. غادي نحتاج شويه د الماء قيمتي 4 معالق كبار. بالنسبه لطريقه التحضير غادي ناخذ مولينكس، غادي ندير جوج بيضات، نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الزيت، وغادي نميكسيهم. من بعد حتى غادي نبقى نزيد، راكم عارفين الفرص والخمارات كيبقاو حتى للتالي، عاد غادي نزيدهم حتى الماء غادي نزيدو حتى للتالي. غادي ندخلها للفران، راه في بلاصه كطيب ردولها البال. بالنسبه للقناش اللي غادي نلبس به الحلوه غادي نصوبو هو الاول حيت خصو يبقى في الثلاجه واحد المده. عندي هنا غادي نحتاج 300 غرام ديال الشوكولا بلون، ما تقدروا ديروا نوار ولا براليني كيبقى لكم الاختيار. جوج وريقات ديال لاجيلاتين وشويش ديال الماء بارد فيما رطب لاجيلاتين، و 300 مليلتر ديال كريم ليكيد. هذه اللي استعملت انا كتجي لذيذه بزاف. بالنسبه للطريقه ديال التحضير كناخذ داك جوج وريقات ديال لاجيلاتين وكنرطبهم في الماء، الماء كيكون بارد مزيان، وكنخليهم حتى كيرطابوا. دوزت داك 300 غرام ديال الشوكولا في البان ماري. من بعد غادي نقسم داك الكميه ديال لا كريم ليكيد اللي عندنا. نفس الكميه كتسخن كنخليها حتى كتغلي وكندوب فيها لاجيلاتين. البنات بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوا واش تقدروا ديروا لا جيلاتين بودغ، وي البنات يمكن لكم ديروا، ولكن جيلاتين بودغ كيتضاف للسوائل فقط اللي بارده عاد كتسخنوها. يعني الا بغيتوا ديروها بحال هكا غادي ديروه قبل ما تسخنوا لا كريم، وعاد غديروا لا كريم تسخن. المهم ردوا البال لهاد القضيه. صافي غادي ناخذ داك لا كريم اللي سخنت ودرت فيها الجيلاتين، غادي نبقى كنكبها على الشكلاط وغادي نخلط مزيان. بعد ما تجانس الشكلاط مع لا كريم غادي نبقى كنزيد داك الكميه ديال لا كريم اللي بقات لي بارده شويش بشويش. كما كتشوفوا صافي هما المكونات جانسو لا كريم بريونت. غادي نغطيها وغادي نخليها في الثلاجه وعلى ما نبقى داكشي الاخر. انا وجدت الكراميل، ما بغيتش نشارك معكم الطريقه حيت راه الفيديو غادي يجي طويل بزاف. المهم راه ديجا شاركت معكم الطريقه سنيده، كديروها فوق البوطه كتخليها حتى كترجع على شكل الكراميل. هنا غادي نزيد عليه الفويتين، غادي نخلطو مزيان مع داك الفويتين صافي. وغادي نكبو في داك بابي كويسون، غادي نخليه حتى يشد راسو وغادي نهربشو. Thank you.
بارطاجي نواصل جداد. انا درت 5 ديال الطبيقات، ما تخلعوش منهم، راهم في البلاصه كيطيبوا. زعما تقولوا شحال خصنا هذا الوقت ولا شي حاجه دغيا. المهم انا جبت داك القماش من الثلاجه وغادي نطربو مزيان حتى غادي يرجع بحال لاموس. المهم البنات هنايا غادي نطرب داك لا كريم اللي غادي نفرق بها الجينواز. انتم راه ما بانتش في الفيديو، زيدوها شي جوج فانيات، وما بغيتش نزيد لها سنيده حيت انا عجبتني هكاك مسيوسه. انتم بطبيعه الحال بحال ديما كيبقى الاختيار ليكم تزيدوها سنيده ولا لا. بالنسبه للمونتاج انا هنايا غادي نمونطي بشويش ديال القرقان. نتوما الا كان عندكم اللوز ولا الموازات تقدروا ديروه. وهنا بالنسبه للسيرو شويش ديال الماء وسنيده والفاني. هنايا رمشت داك الكراميل والفيتين وشويش ديال الشكلاط مرمش حتى هو ولا كريم ولا لا خلاص. بسم الله على بركه الله نبداو. بالنسبه لداك المول اللي غادي تحطوا في الكيك من الاحسن ديروا فيه واحد شويه ديال الكريم باش داك الكيك تشد لكم. وغادي نديروا لا جينواز وغادي نسقيوها بداك السيرو كيف ما كتشوفوا. نسيت ما قلت لكمش راه باين لكم السيرو راه طايب ديجا راه طالق البخار. وغادي ندير الطبقه ديال لا كريم هي الاولى، من بعد غادي ندير شويه ديال الكركاع شويه ديال الشكلاط مهرمش وشويه ديال داك ديال الكراميل والفيتين اللي هرمشتهم حتى هما. وغادي نبقى هكا حتى تنسالي الكيك. Thank you.
30 دقيقه نخليها حتى تجمد مزيان عاد نجمدها. من بعد ما جبتها من الفريكو راها بارده مزيان كيف ما قلت لكم القليله القليله شي 30 دقيقه، غادي ندير عليها الكانوش من بعد. بالنسبه لهاد الدميعات هادو درت 50 غرام ديال الشكلاط، شكلاط ابيض، وزدت عليها 30 مليلتر ديال لاكريم ودرتهم يغليو. فبالنسبه للتزيين البنات شوفوا شنو صوبت، صوبت سنو مان داك رجل التاج. المهم اش غادي تحتاجوا؟ غادي نحتاج احتاجيت داك المارشميلو، احتاجيت هاد كراكس هذا، ما لقيتش داك الحلوين خديت غير داك المالحين. المهم انا غادي نزوق به وصافي. غادي نحتاج داك العقيقات باش غادي ندير له الصيفات والعوينات والنويف وشويش ديال الشكلاط مذوب. العزلات ديالي وصلنا لنهايه الفيديو، هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وغير قبلوا عليا انا غير هاويه ماشي بروفيسيونيل، يعني كنشارك معكم هذه الوصفات المتواضعه ديالي. الا كنتي اول مره غتشوفي القناه ديالي ما تنسيش تشتركي فيها ودعميني بجيم. الجيم ديالكم كيفرحوني بزاف بزاف، كيشجعوني نزيد نحط فيديوهات اكثر. ساليو هذا الفيديو ان شاء الله هذه السنه تدخل عليكم بالصحه والسلامه وبطولة العمر بجميع المتمنيات يا رب، وميعدنا في الفيديو الجاي ان شاء الله.